لكن خلونا نروح للبوب الامين. ازيك يا بوب؟ اسلام، ازي حضرتك؟ ازيك يا حبيبي، اخبارك ايه؟ الف 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 مبروك. الله يبارك فيك. كنت رايح مقلق انت ولما كنت معانا هنا، ولكن يعني بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. اعتقد بعد الماتش الاول والفوز على الفريق الرواندي اعتقد الامور تيسرت شويه. طبعا يمكن بطولة صعبة، وبعدين صعوبتها يعني ان هو ماتش يا تكسب تروح للدور اللي بعده يا تخسر تروح، مفيش ذهاب وعودة، مظبوط. مفيش زي بلاي اوف، فهو ماتش واحد 40 دقيقة حياة وموت، فالماتشات كلها بتبقى صعبة، كل فريق بيعمل يعني كل حاجة كل ما يقدر عليه. يعني واحنا قاعدين بنتفرج الحقيقه كنا مبسوطين جدا بالشكل العام للبطوله، بالشكل العام اللي حضراتكم بتعملوه. يعني انتوا عاملين، اعتقد عاملين اعجاز كبير جدا جدا جدا. يمكن المباراه الاخيره شويه كده، ولكن في النهايه انت قدرت تكسب بطوله اعتقد مهمه جدا جدا في تاريخ النادي الاهلي. طبعا بطولة كبيرة، يمكن بطولة افريقيا الباسكتبول افريكا ليج برعاية الام بي اي، كان تنظيم ولا اروع، الملعب ولا اروع، جماهير، لعيبة، بطولة باربع محترفين، فبطولة صعبة جدا طبعا. كل فرقة 12 فرقة مشاركين، هم ابطال الدوريات بتاعتهم في بلادهم، فبطولة صعبة جدا. وموسم كان طويل قوي علينا زي ما انت عارف، بدأنا يمكن بالبطولة العربية في شهر 8، مظبوط. فالحمد لله اللي احنا قدرنا نخلص سيزون واقفين على رجلينا، و بأهم بطولة. التوازن اللي حصل بعد خسارتنا للبطولة العربية بسبب التحكيم، معلش أنا دايماً هقول هذه الكلمة لأنه اللي كان بيتابع البطولة العربية شاف إن إحنا أفضل كتير، ولكن التحكيم كان له دور في تغيير وجهة هذه البطولة. عموماً انتهت البطولة، ولكن التوازن اللي حصل بعد خسارتنا لهذه البطولة وفزنا بكل البطولات اللي بعد كده حصل إزاي يا إيهاب؟ طبعا يمكن احنا اتعلمنا كتير قوي من الماتش ده، ممكن يكون التحكيم طبعا كان ليه دور. لا مش ممكن، انا اشوف يعني ما اعرفش طبعا ده رايك، لا احنا لكن عارفين، لا لا احنا كان اكيد ليه دور طبعا، ودور كبير في تغيير نتيجه النهائي والبطوله كلها، بس برضو احنا بصينا على الحاجات اتعلمتوا اللي احنا كنا ممكن نغيرها. يعني كان الماتش صحيح. ده ضيعنا 13 فاول شوت، كان معانا تقريبا فرق 12 بوينت ليد وفاضل 8 دقائق، فاحنا اتعلمنا ان احنا ازاي لما يبقى مثلا ممكن معانا ليد وفي ماتش نهائي ازاي الكورة نمسك في الماتش، نحاول يبقى 12 يبقى 14 16 20، ما نخليش ان ممكن يبقى الماتش يوصل لصفارة حكم او حاجة تغير. فالحمد لله اكتسبنا خبرات، واللي انت بتلعب نهايات كتير دي بتفيدك كتير قوي، بالذات احنا الجيل بيلعب مع بعض بقاله كذا سنة، ان ايوه، شاء الله هيفضل مع بعض كمان كذا سنة، فدي بتفرق كتير زي ما حضرتك عارف. يعني الجهاز الفني ودوره في هذه البطولات، الفرقه السنه اللي فاتت 5 بطولات، السنه دي 4، حاجه يعني اعجاز يعني بسم الله ما شاء الله. طبعا يمكن الجهاز الفني اعتقد ليه اكبر دور، من اول تجميع مجموعه اللاعبين اللي موجوده اللي هم يدخلهم مع بعض في فرقه واحده، يمكن اعتقد من الحاجات اللي بتميزنا عن بقيه الفرق في مصر وفي افريقيا حتى دلوقتي، ان احنا عندنا لعيبه كتيره قوي في كذا مركز ممكن تشارك في اي وقت مدار السنه، يعني ممكن حد يبقى مستواه كويس حد تاني يركب عليه، فده التنافس ده بيبقى صحي جدا ومفيد للفرقه على طوال الموسم الطويل قوي اللي احنا بنلعبه، وبالذات ان احنا في بطوله زي دي معاك 4 محترفين، فالمحترفين ان هم يجوا في وقت احنا بنلعب نهائي الدوري ده بيبقى صعب جدا علينا وعلى الجهاز الفني، بس اعتقد احنا قدرنا نتعامل بشكل كويس احنا والمحترفين والجهاز الفني، ان احنا كلنا نبقى داخلين بهدف واحد ان احنا نكسب بطوله افريقيا، يعني ما كانش اي حد عنده اي هدف تاني غير ان احنا نكسب بطوله افريقيا ونتوج بيها. الـ4 المحترفين وانسجامهم السريع، يعني احنا واحنا قاعدين بنتفرج لا مش شايفين ان في يعني اللعيبه دي اول مره تلعب معاكم بصراحه يعني يا ايهاب. بالظبط، ويمكن اعتقد كل الناس يعني قالت ان احنا اتحسننا من ماتش عن الماتش، من ماتش مظبوط الماتش اللي بعديه، يعني مظبوط دور الثمانيه كان مستوانا كويس، سيمي فاينل احسن، الفاينل يمكن احسن ماتش لينا كان اخر ماتش. صحيح. ايهاب اتفضل اتفضل. فاعتقد ده ان يعني احنا كمان لو كنا قعدنا فتره اطول احنا الوقت كان ضيق جدا، يعني هم نوني وكوري ومايكل فاكوادي كنا واحنا يعني قبل نهايه الدوري على طول لعبوا معانا النايل كونفرنس القاهره، ايوه وبعدين تقريبا قعدوا 10 ايام ما بيتمرنوش معانا عشان احنا بنلعب نهائي الدوري، مش هينفع طبعا تكتيك ثانيه ولعيبه ثانيه هتلعب، صحيح. فالوقت كان قصير جدا، فاعتقد ان يعني لو كان قعدوا معانا فتره اطول، وده اللي ان شاء الله هيبقى موجود معانا السنه الجايه ان شاء الله، يعني يبقى معانا وقت اطول مع المحترفين، هنقدر ان احنا نبقى بشكل احسن كمان من السنه دي. يا بوب قبل بس ما اروح للاعبين اللي كانوا قاعدين في مصر، لان دي عائله الاهلي هتبان في هذا الامر، قبل بس ما اسيب الماتش كمان،
احلى لعبه واللي الناس كلها عماله تتكلم فيها هي اللعبه اللي اتعملت ثلاثيه وبعدين مسكها الفريق السنغالي ولعبها من تحت الباسكت، وانت خدت الكره وعملت ثلاثيه، يعني جبنا ست نقط في اقل من 10 ثواني تقريبا يا ايهاب. يمكن هو في كور كده واوقات بالذات في الباسكت هي يعني بتفرق شويه في مسار الماتش. يمكن في الماتش ده احنا كنا ماشيين معاهم تقريبا 4 بونت 7 بونت 5 بونت 6 بونت لغايه الشوط الثالث. الكوره دي كوري كان فارق 7 بونت لينا، الكوره معانا كوري جاب ثلاثيه من الكورنر بقت 10 بونت، طلعها اوت سايد قطعتها جبت ثلاثيه بقى 13. اعتقد من وقتها خلاص ده اللي عمل الفرق بالظبط، هم حسوا خلاص ان احنا مش هنضيع في الفرق اللي احنا وصلنا له ده. ايوه، وبعدين كمان احنا قلبنا بعديها غيرنا طريقه الدفاع على لعبنا زون، فيعني اعتقد دي كانت نقطه يعني اكيد فارقه في الماتش. لا دي فرقه جامد جدا. دي حاجه اخيرا يا ايهاب، قبل برضو ما اسالك عن كاس العالم، العائله النادي الاهلي تمثلت او بانت في ان انت في بعض اللاعبين طبعا اللي ما كانوش موجودين معاكوا في رواندا، ولكن في النهايه انا شايف يعني كله على مواقع التواصل الاجتماعي كله بيهني وكله سعيد، هي دي عائله النادي الاهلي يا ايهاب. بالظبط، يمكن انا كمان لما كنت مع حضرتك من حوالي اسبوعين مظبوط قلت قبل ما لك تسافروا بالظبط قبل ما اسافر على طول لرواندا، قلت لك ان احنا من الاسباب اللي احنا كسبنا الدوري ده، كسبنا الكاس السنه دي والسنه اللي فاتت، يعني كل البطولات اللي احنا بننافس عليها وبنكسبها من اهم الاسباب ان احنا الفريق كله اهم حاجه بالنسبه لنا هو يكسب البطوله، مش مهم مين بيلعب، مش مهم مين بيلعب كويس مين بيلعب وحش. ايوه، اهم حاجه ان احنا كلنا في الاخر عايزين نكسب. صحيح، ففي بطوله زي دي هو ما ينفعش غير 12 لعيب بس اللي يسافروا وبينهم اربعه محترفين، فتبقى صعبه شويه على لعيبه مصريين، بس زي ما انت شفت اللعيبه المصريين في مصر بيسندونا سوشيال ميديا بالمسجات، بيكلمونا قبل الماتشات، اول ما رجعنا لقيناهم في المطار مستنيينا، هم جزء من الفريق وهم كسبوا معانا البطوله وليهم جزء كبير طبعا سواء اللي شاركوا في دور المجموعات في مصر او اللي ما شاركوش، فاعتقد دي حاجه بتميز فرقتنا يعني والنادي الاهلي. كاس العالم وماذا يمثل لإيهاب أمين خصوصا بعد وصول فريق كرة اليد أيضا لكاس العالم، وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله تكون وشكوا حلو كرة يعني يد وسلة على كرة القدم إن شاء الله يوم 11/6. إن شاء الله كلنا مستنيين ماتش الذهاب إن شاء الله، واتمسكناها كتير طبعا، يمكن إحنا أعتقد كل الناس عارفة والجماهير طبعا عارفة إن إحنا بالنسبة لنا يعني كان الفوز ببطولة أفريقيا أهم هدف بالنسبة لنا من أول السنة خالص، من ساعة ما كسبنا الدوري بتاع السنة اللي فاتت وعارفين إن إحنا نلعب بطولة أفريقيا السنة دي، كان ده بالنسبة لنا أهم هدف. بطولة مهمة جدا، ويمكن البطولة السنة دي كمان في سنغافورة تبقى كمان أقوى من البطولة السنة اللي فاتت، هيبقى فيها عدد فرق أكبر، فيعني هتبقى بطولة صعبة جدا، بس يعني أعتقد إن إحنا إن شاء الله برضو مش رايحين إن إحنا نشارك، ولا إحنا يعني عندنا من ثلاثة إن إحنا لا يعني نروح ونكسب ماتشات ونعمل نتائج كويسة ونشرف إن شاء الله النادي الأهلي ومصر. يعني مشاركة كل من بون الألماني ممثل أوروبا وفرانكا البرازيلي من أمريكا الجنوبية وبطل آسيا وممثل NBA وفريق آخر يشارك بدعوة خاصة، دي الفرق اللي هتكون مع النادي الأهلي طبعا، دي الفرق اللي هتكون موجودة إن شاء الله في كأس العالم. يعني أولا أسعدتونا جدا يا إيهاب وحمد لله على سلامتكم، أنا عارف إن أنتوا تعبانين ولكن هنسيبكم يومين كده ونقول لكم تعالوا عشان نحتفل بيكم مرة تانية، يعني احتفالات كثيرة جدا ربنا يديمها علينا يا رب. شكرا يا كابتن اسلام، احنا لسه فعلا ما نمناش بس الحمد لله يعني كانت رحله موفقه. انا اللي بشكرك جدا 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 يا ايهاب على وجودك معانا، ايهاب امين نجم كره السله في النادي الاهلي.